بين الحقيقة والسراب نلقى. سؤال سمعتك يا شيخ من ضمن مئات المحاضرات التي سمعتها لك، تقول مرة إذا كان عندك زوجتين ارمل الوحدة منهن شرق وواحدة غرب، لا تخلي الوحدة تشوف الثانية هبد. صدق. هذا يجرني إلى سؤال، ماذا تنصح الذي تحدث له نفسه أن يتزوج عدد من النساء؟ وش أهم التوجيهات لك من الحين إلين يذن المغرب؟ أهم شيء لا يزيد عن أربع. أنصح من التجربة، وقد قلته لبعض المشايخ، قلت يا أخوان يكفي الناس اعتبار بين اللي عدد، يا أخوان إن لا يعدد الشباب، انصحوهم وقولوا كما في الشكر رقم واحد، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، مصائب قوم عند قوم فوائد. أما يا أخي تفتح بيته وثلاجتين وسيارتين وتملي القرف من هذا البزارين، الله أكبر، كان يظهروا صلاح الدين أيوب الآن كلهم، والله أن يمسك أولادي على الفراش. يا أخواني صلوا، يا ابن حبيبي يصلي بجنب الفراش. قلت زين، وأنا وتعرف وبيل بيأخرون. يقول الشيخ سعد والله لو انتظرتهم ما صلي مع الناس، أقعد أسحبهم من على الفرش يصلون، غسلوا وجيهكم وقعد لهم غسالة كذا. غسلت توضأت يا عبد الملك، أيضا توضأ يا عبد العزيز، قم توضأ. وأنا الشيخ والله أني جربت كل زواجات من حولي، ما أنا اللي أعرف يا أخي، منها يا شيخ يبغى لها رعاية الأطفال ما رعوا لأنه مشغولين، ومنها حقوق المرأة ما قاموا بها، ومنها أيضا المصاريف، ونحن في زمن يوكل فيه الشيح ويطبخ فيه المليح ولا يسمع فيه الصحيح ولا ينتبه العقل الرجيح في هذا الزمن، فهو زمن يكثر فيه الفحيح. ولذلك من عقل بنتين منه ما تزوج غفر الله له. وفي أمر آخر، إن كل عظيم وراه امرأة عظيمة، وكل فاشل وراه امرأتان، الله يتقبل. وسألوا بعض الناس، أمك حية؟ قال حية ترزق. قال وزوجتك؟ قال حية تسعى. صحة أحفاد عثمان.